مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، اولى فقرات حلقتنا النهارده. الحقيقه ان في كتير من المشكلات او بعض المشكلات اللي ممكن تكون بتواجه قطاع الزراعه او الزراعه عندنا في مصر، ومش هيبقى ابدا ان احنا نسلط الضوء على بعض السلبيات او بعض المشكلات بحثا او يسعيا لايجاد حلول ليها. النهارده عندنا من ضمن هذه المشكلات اللي ممكن تكون بتواجه بعض الزراعه عندنا في مصر خاصه بزراعه التقاوي الخاصه بمحاصيل الخضر. تقاوي محاصيل الخضر اغلبها بيتم استيرادها من الخارج، بنستورد تقريبا حوالي 98% من التقاوي من الخارج. التقاوي الخاصه ببعض محاصيل الخضر زي البطاطس، الطماطم، الفلفل، البتنجان وغيرها وغيرها من المحاصيل. مصر بتنتج محليا حوالي 2% فقط من تقاوي محاصيل الخضر. النهارده عايزين نعرف احنا ليه بنستورد هذا الكم الهائل من التقاوي من الخارج، على الرغم ان مصر هي في الاصل دوله زراعيه، عندنا مقاومات الزراعه، عندنا مراكز البحوث اللي من خلالها نقدر نستفيد بكتير من الخبرات، وممكن يكون عندنا فرصه لانتاج هذه التقاوي. عايزين نعرف ليه عندنا ضعف في الانتاج المحلي من تقاوي محاصيل الخضر. هنعرف ده اكتر مع ضيف الكريم اللي بيشرفني في هذه الفقره، هو دكتور اشرف عبد الله رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه. اهلا بك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. الحمد لله. يعني دكتور، انتاج التقاوي من محاصيل الخضر عندنا في مصر فيها ضعف شويه، ماذا عن الوضع الحالي لانتاج التقاوي محليا في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلامك سليم الحقيقه. احنا فعلا بنستورد معظم استهلاكنا من تقاوي الخضر، بنستهلك حوالي 98% من استهلاكنا، وبننتج حوالي 2% فقط. الحقيقه المشكله بقى لها فتره كبيره، بقى يمكن اكتر من 30 سنه، ومشكله لها اكتر من سبب. الحقيقه من ضمن الاسباب ان احنا كنا الاول بنعتمد على انتاج الاصناف العاديه، بمعنى ان الصنف دي اصناف يا اما اصناف ذاتيه التلقيح، يعني مش الهجن، يعني ما بتحتاجش تلقيح صناعي، فكانت دي كان انتاجها سهل، فكنا بننتج ده، كان المزارع بيعتمد اساسا على الاصناف دي. تمام. مع تطور السريع في الزراعه واساليب الزراعه الحديثه، العالم كله اتجه لانتاج الهجن. انتاج الهجين الحقيقه بيتميز عن الصنف العادي انه محصوله عالي، بيقدر يجمع اكبر عدد من الجينات المقاومه للامراض المختلفه والحشرات، الجوده بتاعته بتبقى اعلى، خصوصا ان احنا معظم كتير من المحاصيل بالخضره بتاعتنا بنصدرها للخارج. في الخارج الحقيقه ذوق المستهلك دايما بيتغير باستمرار، يعني ما بياكلش نفس، ما بيمشيش على نفس النمط من الاستهلاك بتاعه، فبيظهر دايما حاجات جديده باستمرار بتتغير. وفي الخارج الحقيقه شركات عملاقه شغاله في مجال انتاج الهجن، شركات بتصرف تقريبا مليارات المليارات. لو تعرف حضرتك ان معظم الشركات اللي شغاله في انتاج الهجن، هجن الخضر بالذات، هي في الاساس شركات بترول وشركات ادويه، شركات عملاقه بميزانياتها عاليه جدا. مع لما لقوا الهجين، المزارعين هنا لقوا الهجين بيدي انتاجيه عاليه ومقاومه للامراض، العديد من الامراض، بدا المزارع يتجه طبيعي لان هو يشتري التقاوي دي. تمام. وبدات شغل الاصناف يندثر، وبالتالي احنا ما لحقناش نواكب الموضوع ده بالامكانيات اللي كانت متاحه في الفتره الاخيره في مركز البحوث الزراعيه عموما. ولكن ده مش معناه ان احنا بره خالص، لا. الحقيقه الحمد لله ان احنا عندنا كان في ناس واخده بالها من الموضوع وعارفه ان المشكله هتتفاقم، فكنا بادئين مشروع من بقى لنا فتره الحقيقه لانتاج تقاوي الخضر المحليه، والحمد لله ماشيين فيه كويس. وخلال الفتره اللي فاتت قدرنا ننتج مجموعه من الهجن، بحيث ان احنا نقدر في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله نقدر نزود بس الانتاج. محتاجين بس احنا نعمم الانتاج على مساحه كبيره، لان الموضوع يعني محتاج تكاليف كتيره الحقيقه. فان احنا انما لو قدرنا نعمل ده نقدر نوصل الحمد لله لمرحله كويسه من الاكتفاء الذاتي من انتاج الخضر ان شاء الله. يعني احنا نقدر نقول يا دكتور ان احنا عندنا من الخبراء والباحثين، في دراسات كتير بتتعمل وفي مجهود كبير بيتعمل عشان يكون عندنا يعني امكانيه لتحقيق ده. الحقيقه احنا الحمد لله موجود عندنا، يعني احنا في مصر الميزه عندنا مش زي بعض الدول التانية، احنا الحمد لله عندنا
مؤسسات وهيئات، وعندنا قوانين بتحكم عملية إنتاج التقاوي في مصر، وعندنا هيئات كتيرة بتشتغل في التقاوي. ولكن احنا كان كل اهتمامنا الفترة الأخيرة بالفترة اللي فاتت بالمحاصيل الحبوب، محاصيل اللي هي محاصيل الحقلية، الذرة والقمح والرز، وده كان اهتمام الحقيقة، وكان هو ده الصح ان احنا نكتفي بالمحاصيل الاستراتيجية اللي ما فيش واحد يستغنى عنها. صحيح. محاصيل الخضر مهمة برضو طبعا، ولكن أهميتها كمان ترجع لأنها محاصيل تصديرية في الأساس، بتجيب عملة صعبة. صحيح. فالفكرة دلوقتي زي ما بنقول دايما أن أنا الحمد لله دولة مصدرة للخضر، ولكن برضو مجهودي ضايع، بمعنى أن أنا ممكن أعمل كونتينر في مثلا كذا طن خضار أصدره، مثلا أكسب فيه مثلا نص مليون جنيه، نص مليون دولار، في الاخر بشتري من بره علبه صغيره قد كده بالنص مليون دولار فيها شويه تقاوي. فبرضو انا ما عملتش حاجه الحقيقه، وخصوصا يعني انا افهم من كلام حضرتك ان احنا مصر بالنسبه لمحاصيل الخضر احنا بنستورد التقاوي من بره، وبنصدر احنا الثمره المحصول نفسه، بنصدره المحصول للخارج. لان احنا الظروف المناخيه عندنا هنا في مصر والبقيه ملائمه لنمو المحصول. هي المشكله احنا الدول الاجنبيه معظم تصديرنا بيصدر لاوروبا، وخاصه اوروبا الغربيه. تمام. هناك بيبقى عندهم مشاكل في الانتاج اثناء الشتاء، بيبقى عندهم مشكله في البروده، بروده الطقس والاضاءه. تمام. فبيضطروا ان هم يعني يدفوا ويدوا اضاءه، فده بيستهلك طاقه عاليه جدا. صحيح. فلو هم بيحسبوها اقتصاديا بيلاقوا ان هو لو اشترى من بره، بيستورد من بره، هيلاقي المنتج بتاعه ارخص من انه ينتج داخل البلد بتاعته، فبيستورد من بره. فدي ميزه الحقيقه، ميزه نسبيه لينا. ولكن زي ما قلنا برضو ان ما كن يعني احنا بنصدر بطاطس بكميات كبيره جدا الحقيقه. صحيح. من لله بنصدر فاصوليا خضراء، بنصدر بصل اخضر، بنصدر فراوله، بنصدر محاصيل كتيره، الموالح والبرتقال. الموالح طبعا ده هو رقم واحد في مصر، ولكن ده فاكهه. بنتكلم عن الخضار دلوقتي، بس الموالح ده رقم من الصادرات يعني. طبعا ده هي رقم واحد. صحيح. الصادرات هي والبطاطس، بعديها البطاطس على طول. صحيح. طبعا. فالفكره هنا ان احنا بنقدر نصدر الحمد لله، الجو بتاعنا عندنا ميزه نسبيه كبيره الحقيقه في الموضوع ده. ولكن هو بينقصنا بقى موضوع التقاوي، لان التقاوي الحقيقه بتتكلف كتير، بمعنى ان تقريبا معظم مستلزمات الانتاج تقريبا بتوصل ل 50% من مستلزمات الانتاج بتروح في الزراعه، في التقاوي. في التقاوي. يعني مثلا فدان الطماطم اللي بيتكلف مثلا حوالي 40,000 جنيه، بتلاقي انه بيتكلف حوالي 15-20,000 جنيه تقاوي. فده رقم كبير الحقيقه. لو قدرنا ان احنا نوصل لده، هي دي الميزه اللي احنا عايزين نوصل لها، ان احنا لو قدرنا ننزل السعر، لو انتجنا تقاوي محليه بيبقى السعر بينزل كتير قوي، فيقدر الفلاح ينتج بسعر قليل، هينزل السوق للمستهلك بسعر قليل، هيقدر يصدر بره بسعر اقل. صحيح. ويبقى لينا ميزه تنافسيه عن الدول الجوار اللي هي برضو معانا بتنافسنا في التصدير. لان كل ما نزلت المنتج بسعر اقل وجوده اعلى، بيبقى ليا ميزه عن بقيه الدول اللي حواليا. فدي عمليه مهمه جدا الحقيقه. فلازم ولا بد ان احنا نوصل لمرحله، مش لازم نوصل، انا يعني مش لازم نوصل لاكتفاء ذاتي 100%، وده مش هينفع. لما نقدر نوصل مثلا ل 20 30 40% اكتفاء ذاتي، اولا ان احنا ننزل اسعار، بنعمل بالانس في السوق، توازن، لازم بنعمل توازن طبعا في السوق، بحيث ان الشركات ما تبقاش محتكره السوق، فتتحكم فترفع الاسعار بطريقه مبالغ فيها. نعم. وفي نفس الوقت نقدر ندي المزارع بسعر رخيص، يقدر ينتج منتج ارخص ينافس بيه في السوق العالمي بره. صحيح. واعتقد دكتور كمان يعني لو كان عندنا اكتفاء محلي من انتاج التقاوي، هيجنبنا مشكله برضو كبيره، وهي مشكله يعني عدم ضمان التقاوي اللي احنا بنستوردها من بره. تمام. هي مش كل التقاوي اللي بتيجي من بره ممكن تكون مضمونه، في منها ممكن يكون برضو مغشوش، في منها يكون غير مجدي، ما يدكش الانتاج اللي انت بتطمح انك تصل اليه، ممكن يكون غير متناسب مع الاجواء البيئيه والمناخيه عندنا في مصر. وبالتالي احنا لما هنضمن انتاجنا المحلي، احنا كده بنتلاشى مشكله برضو كبيره جدا ممكن تواجه كتير من المزارعين. ده حصل فعلا يمكن السنه اللي فاتت في صنف من الطماطم، لما استوردوه كان في مشاكل في انتاج التقاوي بتاعته، او مشاكل في انتاجه هنا. الحقيقه عمل صدمه كبيره، وخلى الاسعار ارتفعت بشكل مش طبيعي، وعمل ازمه في سوق الاستهلاك المصري هنا. وفي اصناف، بعض الاصناف بتيجي بتبقى كويسه وشغاله زي الفل،
بعد كده بيحصل لها تدهور مفاجئ او بيظهر حشره عليها او مرض عليها. فالحقيقه ان عندنا الحمد لله حجر زراعي، وعندنا هيئه للفحص والاعتماد بتفحص اي صنف، وعندنا امانه لتسجيل الاصناف بحيث ان الصنف اول ما بيجي من بره ما بننزلوش السوق على طول، لازم طبعًا. لازم يتعمل له اختبارات عقليه ومعمليه طبعًا. بحيث ان احنا نتاكد من جودته وامكانيه زراعته في مصر. ولكن في بعض يعني مش كل صنف بينفع يزرع في منطقه غير الثانيه، يعني ممكن اللي ينفع في وجه بحري ما ينفعش في وجه قبلي. صحيح. اللي بينفع في العروه النيلي اللي هي بتاعت شهر اغسطس وسبتمبر ممكن ما ينفعش في شهر في العروه الربيع اللي هي في شهر مارس ومايو. مش كل صنف بينفع يزرع في اي مكان وفي اي وقت، وده اللي احنا عايزين نوصل له. فانت عارفه الشركه ممكن يبقى الصنف جاي العروه واحده بس وتنزله في عروه اكتر من عروه وعروه الثانيه، فما يجيبش المردود اللي احنا مستنينه منه صحيح. منتظرينه. فتبص تلاقي اللي بيتظلم في الاخر المزارع، بيلاقي نفسه خسر مبالغ في كبيره، ضعف في الانتاجيه طبعا، ضعف في الانتاجيه او ما يقدرش يصدره مثلا او ما يقدرش ينزله السوق، فلاقي نفسه خسر مبلغ كبير، وكثير مزارعين ما يقدروش على الخساره دي الحقيقه. تمام. طب دكتور، هل القطاع الخاص ليه دور في انتاج التقاوي؟ في مشاركه من قبل القطاع الخاص؟ ده طبيعي، ده هو الاساس الحقيقه، يعني هو معتمدين عليه بشكل كبير. يعني في اوروبا وفي الولايات المتحده الاساس هناك عندهم في الانتاج التقاوي، وده الطبيعي القطاع الخاص. زي ما قلت لحضرتك ده يعني يعني بيحتاج تكاليف عاليه جدا ومحتاج مجهود كبير جدا وعماله كبيره جدا. الفكره هنا ان احنا ما قدرناش نلاقي ده في مصر. بمعنى ايه؟ ان كتير من الشركات هنا اصبحت وكله لشركات اجنبيه. بمعنى هو مش عايز، لان الزراعه زي ما حضرتك عارفه فيها مخاطره. صحيح. ان انا ممكن ازرع وتيجي حشره تبوظ الزرع، درجه موجه حراره عاليه، التغيرات المناخيه نفسها بالزبط بتؤثر على الانتاج، الاقي مشاكل في الانتاج. صحيح. فهو بيستسهل وبيجري على طول على المنتج اللي جاي جاهز. هو معلش بيشتري الحاجه ب 10 قروش بيبيعها ب 100 قرش من غير مشاكل، من غير مخاطره، من غير ما يدخل نفسه في مشاكل انتاج. صحيح. فعشان كده كتير من القطاع الخاص هنا بعيد عن الموضوع انتاج التقاوي، انما احنا فاضطرينا ان احنا نرمي الحمل كله على مركز البحوث الزراعيه. مركز البحوث الزراعيه المفروض ان هو عنده المسؤوليه ان هو يستنبط الصنف، يعني وراثيا ينتج صنف جديد، وبعد كده كمان ان هو ينتج تقاوي الصنف ده بحيث ان هو يكتر التقاوي بتاعتها، وبعد كده كمان يوزعها. فهي دي كانت المشكله. فاحنا دلوقتي بنحاول، يعني بقى لنا حوالي يمكن فتره كبيره، بقى لنا حوالي سنتين تقريبا الوزاره اهتمت قوي بالموضوع. شكلنا مجاميع عمل في المعهد البحوث بساتين عندنا. ويمكن استاذ حاج طبعا صدق. دكتور عزدين ابو سديد اطلق برنامج البرنامج الوطني لانتاج التقاوي الخضر، ده من البرامج الهامه جدا، وده جاء من خلال يعني التفات نظر سياده الوزير ان فعلا في مشكله معينه خاصه بمحاصيل الخضر، او عندنا ضعف في انتاجيه التقاوي. هو الحقيقه من ساعه ما جه كان من اول اولويات سياده الوزير عزدين ابو سديد ان هو موضوع انتاج تقاوي الخضر محليا. مش عايز اقول لحضرتك تقريبا اجتماعات دوريه باستمرار، بيقعد مع كل الناس كل المنظومه عند اللي في مركز البحوث الزراعيه. نعم. معاه الدكتور محمد سليمان رئيس مدير مركز البحوث الزراعيه، نفس الحكايه. هو اصلا بريدر، راجل مربي نباتات. صحيح. فالحقيقه الموضوع في دماغه والموضوع مهتمين بيه جدا. زارونا في المزارع البحثيه اللي بنشتغل فيها اكتر من مره. مين. ومهتمين جدا بالموضوع، واحنا دلوقتي مستمرين في البرنامج. يعني في اشراف ومتابعه من قبل الوزاره والجهات المختصه. دي الحقيقه عشان خاطر وعملنا الفتره اللي فاتت خلال الكام شهر اللي فاتوا دول عده بروتوكولات مع عده جهات من زي ما الاداره المركزيه لانتاج التقاوي. تمام. عشان خاطر يقدروا يمولونا. زي ما قلت لحضرتك الموضوع بيحتاج في البدايه تكاليف. بس الميزه انه بعد ما العجله بتدور، يعني مجرد ان احنا نشتغل وعجله الانتاج تدور بيجيب ارباح كويسه، فنقدر نصرف على البرنامج ونطور البرنامج احنا منه. البرنامج يبقى الانتاج بتاعه ذاتي والمصاريف بتاعته ذاتيه، ولكن في البدايه بيبقى محتاج شويه تكاليف. فعملنا شويه كم بروتوكول الحقيقه مع عده جهات زي الاداره المركزيه للتقاوي، بحيث ان هم يمدونا بمستلزمات الانتاج لغايه ما بننتج، وبعد كده نقدر نورد لهم مره ثانيه ان شاء الله. وفي
منظومه شغاله دلوقتي الحمد لله، وان شاء الله قريب هيبان نتيجه ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل ان شاء الله. حضرتك وسط الكلام كده قلت لي ان مركز البحوث الزراعيه المختصين فيه بينتجوا بعض الهجن الخاصه بمحاصيل الخضر. جميل. اهم الهجن دي ايه دكتور عشان برده نبقى عارفين؟ الحقيقه احنا عندنا عدد كبير من الهجن في محاصيل الخضر المختلفه. يعني احنا عندنا تقريبا حوالي 10 محاصيل خضر رئيسيه بيزرع منهم معظم المساحه، مساحه الخضر في مصر. تمام. اهمهم مثلا الطماطم والبتنجان والفلفل، الكنتالوب والخيار والبطيخ والقته، الفاصوليا والبسلة واللوبيا. تمام. دي العشر محاصيل تقريبا اللي بيزرع منهم معظم، ومعهم الكوسه بيزرع، دول معظم الارض اللي بتزرع في مصر من محاصيل الخضر. الحقيقه الحمد لله في الفتره الكام سنه اللي فاتوا احنا سجلنا عدد من المحاصيل. يعني كان لنا السبق مثلا ان ننتج مثلا اربع اصناف من الفلفل الحلو والفلفل الحريف. عندنا اصناف اليسر 1 و2 و3 و4، عندنا الفلفل الحريف قطوف 1 وقطوف 2. الميزه في الاصناف الفلفل الحريف ان هي اصناف كل صنف او كل هجين ليه لون مختلف، ويمكن كان في بعض الناس كانت بتتريق زمان ما كانتش فاهمه انه، لانه طبعا بيبقى الناس بتبقى باصه لتحت رجليها بس ما بتبصش لقدام، كان بيقولوا يعني ايه الوان الفلفل الاصفر والاحمر والبرتقاني ده يعني ايه. فدايما المربي عندنا بيبقى دايما لازم يبقى زي ما بيبص للسوق الموجود دلوقتي بيبص للي جاي للفتره اللي جايه دي، يبقى سابق بخطوه المفروض. الحقيقه دلوقتي زي ما حضرتك شايفه كده معظم التصدير بتاعنا من الفلفل هو فلفل ملون، فلفل اللي هو البلوكي اللي هو المربع اللي هو الملون بالوانه المختلفه. حضرتك عارفة هوسة الألوان في الأكل في أوروبا دلوقتي، وإنك لازم تاكلي 5 ألوان مختلفة، والثقافة دي بدأت تنتقل في مصر. لمصر دلوقتي بتنزلي حتى الأسواق الشعبية. صحيح. بتقدري تنزلي تلاقي فيها، بيهتموا جدا بالفلفل الألوان طبعا كل ما هو ملون بيبقى مضاد فيه مضادات أكسدة كبيرة الحقيقة. صحيح. بتعالج الكانسر وتعالج أمراض كتيرة الحقيقة، بتقي منها الحقيقة. صحيح. فكان عندنا السابق الحمد لله إن احنا أنتجنا هجن بألوانها المختلفة. في البطيخ أنتجنا هجينين اسمهم كنوز، بطيخ أحمر. أنتجنا نوع من البطيخ القلب بتاعه لونه أصفر بنسميه كناري، وده طعمه جميل جدا، ومش عايز أقول لحضرتك الناس بتقبل عليه كتير جدا وبدأ ينتشر دلوقتي. في الفاصوليا الخضراء خلاص بنسجل دلوقتي صنف جديد من الفاصوليا الخضراء لاول مره من فتره كبيره جدا، من اكتر من 40 سنه ما كانش عندنا صنف فاصوليا جديد بالمواصفات الجديده اللي تطلبها السوق الاوروبي، لان هي الفاصوليا الخضراء في الاساس محصول تصديري. بنصدر منها حوالي 30,000 طن في السنه، فمحصول الحقيقه مهم جدا. في الكوسه طلعنا هجين تبارك، في الخيار طلعنا هجين للصوب، وطلعنا هجين الحقل المكشوف. الحقيقه مجموعه هجن كتيره جدا واصناف في معظم محاصيل الخضر الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليها مطلعينها، ولكن المشكله عندنا دلوقتي ان احنا نوسع الانتاج. صحيح. والتسويق. تمام. نوسع الانتاج ده محتاجين زي ما عملنا بروتوكول مع الاداره المركزيه للانتاج التقاوي ان احنا هيساعدونا في ان احنا نوسع الانتاج، لان توسعه الانتاج محتاج تكاليف كتيره الحقيقه. نقدر نعمل دلوقتي ده. والتسويق برضه نفس الحكايه، من خلال منافذ الاداره المركزيه للانتاج التقاوي الموزعه في جميع انحاء الجمهوريه. نعم. بنقدر من خلالهم ان هم يساعدونا في التسويق بتاعه داخل مصر ان شاء الله. والحقيقه الفتره اللي فاتت دي كمان مع اهتمام الوزاره واهتمام الدوله عموما بافريقيا، وعمل مزارع ارشاديه لمصر. صحيح. في عديد من الدول الافريقيه الحقيقه بقالهم كام سنه بياخدوا مننا تقاوي، في زامبيا، في زنزبار، في كينيا، في عدد من الدول الحقيقه ادت مردود جميل جدا وعالي جدا. ومش عايز اقول لحضرتك تقريبا معظم انتاجنا دلوقتي بيروح لهم. تمام. وبيطلبوا كميات اكتر، واحنا للاسف مش قادرين نورد. ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي نقدر، هيبقى لينا سوق كبير في افريقيا الحقيقه، وهو سوق واعد جدا الحقيقه وبيستهلك كميات كبيره. هيبقى لينا سوق كبير في افريقيا، واحنا نقدر من خلال حتى يعني من خلال تقاوي الخضر
يبقى لينا تواجد في السوق الافريقي. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا لمصر سياسيا واقتصاديا وكل حاجه الحقيقه. طب دكتور بالنسبه للاستيراد الالتئاوي من الخارج، هل في مشكلات ممكن تكون بتواجه عمليه الاستيراد او ان احنا نستورد خاصه بالكميات المطلوبه؟ يعني هل ممكن يبقى في نقص في الكميات اللي احنا بنبقى طالبينها من التئاوي، بصرف النظر عن ان ممكن يكون في مشكلات خاصه بجوده التئاوي نفسها، لكن انا بتكلم على جزئيه الكميه الكم نفسه. لا بص حضرتك، هي دلوقتي مفيش مشكله في الكميه اللي انك تجيبيها. تمام. هو تقريبا دلوقتي وصلوا، تخيلي حضرتك يعني لغايه الخمسينات واوائل الستينات كان معظم المزارعين بينتجوا تقويم بنفسهم وشركات تقوي صغيره محدوده. الشركات دي فضلت تتجمع مع بعضيها لغايه ما تعملقت وبقت شركات كبيره. وصل بيهم الحال تقريبا دلوقتي بقوا اربع شركات في العالم بيتحكموا في اكتر من 70% من انتاج التقوي في العالم، وبالتالي الانتاج بقى ضخم جدا. المشكله الانتاج هو الانتاج يعني ضخم، ولكن في مشكله في الاحتكار. تمام. سواء احتكار بره او احتكار جوه. يعني فالاحتكار بيولد عدم منافسه، وعدم المنافسه بيرفع الاسعار بمزاجه. يعني تخيل انت لما يبقى كنا بنبيع الاول الفلفل مثلا والطماطم بالجرام، وده كنا بنقول ده احنا وصلنا لمرحله غريبه ان زي الجرام يتباع، الجرام بيتباع ب 100 جنيه و150 جنيه. دلوقتي وصل الحال ان معظم تقاوي الخضر بتتباع بالبذره. بذره الفلفل من الاول مثلا بتوصل 5 جنيه و5 جنيه ونص. الطماطم الصينيه بتاعت الطماطم اللي بيزرعها المزارع اللي كانت بتتكلف مثلا 25 30 جنيه، وصل بيهم الحال بقت ب 500 جنيه دلوقتي الصينيه. الفاصوليا الخضراء بتاعت الصوب اللي كانت بتتباع ب 20 و 30 جنيه. تخيلي رقم مهول بقت ب 2000 وب 2500 جنيه الكيلو الواحد. ارقام الارقام بقت غاليه جدا، فبقت عامله لنا مشكله كبيره الحقيقه في الانتاج. المشكله الاكبر فيما بعد والحضرتك بتتكلمي عنها، ان الفتره اللي جايه ما حدش يضمن الظروف. ما ممكن في اي وقت يمنعوا عننا مع اي مشكله في اي حاجه. صحيح. اي مشكله لاي سبب يمنع عنك التقاوي. لو منع عنك التقاوي مش هتلاقي حاجه تزرعيها اساسا، فدي مشكله كبيره الحقيقه. طبعا. وخصوصا برضو ان عدد الاصناف والهون اللي موجود من كل محصول قليل جدا. يعني مثلا بتلاقي مثلا خمس ست اصناف في الفاصوليا، 15 20 صنف في الطماطم او الفلفل. في العدد المحدود ده ما بيفيش بجميع احتياجات المزارع، اذا كانت حراره عاليه حراره منخفضه، حاجه مقاومه للملوحه حاجه مقاومه للجفاف، ما بيفيش بكل احتياجاته. تاني حاجه وجود عدد قليل من الاصناف والهجن ممكن في اي وقت يحصل. في بعض المحاصيل بتلاقي فيها صنف او صنفين. صحيح. لو جت حشره مثلا ماء او مرض وارد جدا يكون في اصابه الصنف ده طبعا. بتلاقي الانتاج بتاعك بينخفض بطريقه كبيره جدا، بيحصل نفوق بشكل سريع. طبعا بيحصل مشكله كبيره جدا، فلازم يبقى في تنافس وعدد كبير من الاصناف والهجن موجود في السوق من كل محصول من محاصيل الخضر دي. ولازم يكون المنتج الاجنبي، احنا مش هنمنع المنتج الاجنبي، ولكن احنا هنخش في السوق بنسبه بحيث ان احنا نعمل توازن في الاسعار ونقدر نطلع المنتج بتاعنا غالبا بيطلع مقاوم للظروف البيئيه الموجوده عندنا في مصر. تمام. فلو وصلنا للمرحله دي ان احنا نوصل بيختلف من المحصول التاني، يعني مثلا المحاصيل البقوليه زي الفاصوليا البقوليات الفاصوليا والبسله واللوبيا دي ممكن نوصل فيها الاكتفاء الذاتي بسهوله في خلال 3 4 سنين نقدر نوصل الاكتفاء الذاتي 100%. ولكن المحاصيل الهجن لو قدرنا نخش في السوق مثلا بنسبه 10% بعدين 20 30% دي نسبه معقوله جدا هتعمل لنا يعني هيبقى في كفاءه في الانتاج بعد كده ان شاء الله. صحيح. هل دكتور في قوانين واجراءات بتنظم انتاج التقاوي عندنا في مصر؟ طبعا احنا يعني احنا من زمان الحقيقه انتاج التقاوي في مصر كان مهتمين جدا من فتره كبيره جدا من اوائل القرن اللي فات. كان في البدايه مثلا في البدايه طبعا تقاوي القطن وتنظيم تقاوي القطن دي كانت البدايه. دلوقتي وصلنا ان احنا عندنا هيئات ومؤسسات وشركات بتنتج سواء حكوميه او خاصه بتنتج التقاوي بمعايير مظبوطه. عندنا الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، عندنا امانه تسجيل الاصناف المسؤوله عن تسجيل اي صنف سواء محلي او اجنبي. لازم تختبره عشان خاطر قبل ما تسجل وتسمح له بالانتشار والتوزيع في مصر. عندنا الهيئه الزراعيه الحقيقه بتحاول تعمل توازن في انتاج التقاوي. عندنا قوانين وتشريعات
اي نعم بعضها قديم شويه، بنحاول ان شاء الله الفتره الجايه تطوير ليها. اه طبعا بنحاول الفتره الجايه ان احنا نطورها بحيث تتواكب مع العصر دلوقتي ومع الانتاج دلوقتي. آه عندنا مركز البحوث الزراعيه بجميع علمائه واساتذته الحقيقه يسعى للتغلب على اي مشكلات طبعا. آه طبعا بالمعامل بتاعته بالخبرات الكبيره الحقيقه اللي فيه بقطاع الانتاج والمزارع المهوله اللي نقدر نستغلها ان شاء الله في انتاج التقاوي بالعماله بتاعته. الميزه كمان عندنا دلوقتي ان احنا من قريب خالص الشهر ده مضينا على اتفاقيه اليوبوف اللي بتنظم حركه انتاج الاصناف والتعامل مع الاصناف، ودي حقيقه كانت خطوه مهمه جدا جدا هنستفيد بيها الحقيقه في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك يا دكتور قلت لي ان مصر بتصدر طبعا محاصيل الخضر او المنتجات من الخضر كثمار للدول الاوروبيه والاجنبيه وللخارج بشكل عام، الى اي مدى نقدر نقول ان المحاصيل عندنا مواصفاتها مطابقه لمواصفات السوق العالمي في الخارج وفي اقبال شديد على منتجاتنا من محاصيل الخضر؟ زي ما اتفقنا ان لما بتيجي تشتغلي للتصدير انت بتشتغلي على اللي هو عايزه بره، يعني تشوفي المستهلك بره عايز ايه. في اوروبا الحقيقه استهلاكهم دايما بيتغير، وبناء عليه الشركات بره حتى الشركات الاجنبيه بتغير التقاوي دايما كل فتره بتنزل اللي يتواكب. يعني مثلا في على سبيل المثال كنا زمان الفاصوليا الخضراء بنستهلك احنا الفاصوليا اللي هي القرن بتاعها بيبقى مليان بنسميه القرن الملحم، شويه شويه وبداوا يهتموا بالقرن الارفع شويه. دلوقتي بقينا زي الجماعه بتوع فرنسا بيحبوا القرن الرفيع قوي. فالحقيقه ده بيعوز ان احنا نطلع تقاوي جديده، اصناف جديده فيها المواصفات المرغوبه دي. تاني حاجه ان احنا نغير فكر المزارع باستمرار لطريقه الانتاج. تمام. سواء الاصناف الجديده دي دايما بتحتاج معادلات سماد مختلفه، معادلات ري مختلفه، مواعيد زراعه مختلفه. تمام. الجمع بطريقه مختلفه تماما. برضو الفلفل كنا بنستخدم زمان الفلفل اللي هو المطاول ده اللي هو اللي بيسموه لامويو او اللي هو الطويل. دلوقتي بقى الفلفل لازم يكون مربع وطوله اكتر من عرضه بحاجه بسيطه، ليه مواصفات بالسنتيمتر بيحسبوها الحقيقه او بالمليمتر اوقات. فاحنا لا دايما الاصناف الجديده دايما عشان كده دايما الاصناف الجديده بتواكب المطلوب منه في السوق اللي بره ان شاء الله. نعم. طب دكتور اخيرا كده اخد من حضرتك نصيحه لكل مزارعين الخضر عندنا في مصر، تحب تنصحهم بايه؟ في مزارعين كتير شاطرين بيستخدموا بعض الاصناف، هو من نفسه بياخد جزء من الارض بتاعته ده عبر الزمان من ايام الفراعنه بيبدا ينقي فيها التقاوي الكويسه ويخليها دي تقاوي للسنه الجايه. على فكره ده حاجه كويسه، هو بيعمل اللي كان بيتعمل زمان. المزارع عندنا ناصح شاطر الحقيقه، في ناس كتيره شاطره. انما الفكره بقى في الهجن، في ناس للاسف شديد لما بتلاقي الاسعار زياده بيجيب تقاوي من اي مكان من اي مصدر غير موثوق فيه، غير موثوق منه. صحيح. او يكتر تقاوي كسر، يعمل لها كسر عنده. فالحقيقه دي بتخفض الانتاج بطريقه غير عاديه وبتدي خساره كبيره قوي في المحصول وفي الجوده وبيضطر ان هو بيخسر معاها. فيا ريت المزارع قبل ما يشتري اي تقاوي لازم يكون المصدر موثوق منه او مصدر معتمد او شركه هو عارف هو بيشتري منين قبل ما يشتريها. نعم. احنا دكتور الحقيقه كنا سعداء بوجود حضرتك النهارده معانا وافدتنا بمعلومات كثيره قيمه جدا حول انتاج التقاوي الخاصه بالخضر، ونتمنى ان شاء الله من خلال يعني توصيات حضرتك وكافه الباحثين والمختصين في مركز البحوث الزراعيه بالتعاون كمان مع وزاره الزراعه ان يكون في ان شاء الله تطور ومزيد من انتاج تقاوي الخضر عندنا في مصر اللي من اجل تحقيق الاكتفاء المحلي من هذه التقاوي الهامه جدا، لان محاصيل الخضر من المحاصيل الاساسيه اللي بالتاكيد بنعتمد عليها في غذائنا. شكرا لحضرتك جزيلا دكتور اشرف عبد الله حامد رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه. شكرا لك. انا شاكر فندم. شاكر فندم. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل نعود مع حضراتكم من جديد وفقره جديده عن اداره الوقت، انتظرونا بعد الفاصل.